بداية أخبارنا مع نادين الملك العظيم من لاعبنا الإيفواري رزاق السيسي اللي مستمر في برنامجه التأهيلي وفقا كده لبرنامج اللي موضوع له من الجانب الطبي. جهاز الطب النادي الزمالك عامل معاه شغل حلو جدا جدا. اللعيب بصراحة بينفذ كل حاجة وهيبدأ في مرحلة التأهيل البدني كمان تمهيدا لمشاركة في التدريبات الجماعية مع اللعيبة. سيسي مفروض يعني اللي هو شغال بقاله فترة كبيرة مع نادي الزمالك بيحاول يبذل مجهود جامد جدا، هو مش صربع على الرجوع ولكن الأفضل يرجع لما يكون جاهز 100%. إن شاء الله هيكون إضافة قوية جدا لنادي الزمالك. ومن جانب رزاق سيسي أنا حابب أتكلم على فكرة إن بعض الجماهير بتقول إحنا اتفاجئنا في آخر لقاء إن دكة الزمالك مش هتسعفنا في لقاءات كتير. بصوا يا جماعة، متهيألي كلنا عارفين الظروف اللي معدي بيها نادي الزمالك وعارفين أزمات القيد وعارفين كل الكلام الكبير اللي إحنا اتكلمنا فيه قبل كده ده، ولكن اللي موجود دلوقتي كويس جدا. محدش ينكر ان وجود مصطفى فتحي اضافه قويه، محدش ينكر ان وجود اوناجم اضافه قويه، وجود سيسي يكون اضافه قويه، عمر سعيد اضافه قويه، ولكن يا ريت ما نحكمش على اي حاجه فرقتنا في اللقاء اللي فات. تعالوا ننسى اليوم ده تماما، ان اليوم ده كان داي اوف للزمالك بشكل عام. فهو اللاعب بصراحه عامل شغل عالي جدا بعد الاصابه اللي جات له في الركبه، وان شاء الله رزاق يكون اضافه قويه جدا لهجوم نادي الزمالك. نروح لخبر تاني، وهو قرر الجهاز الفني للزمالك ان هو يعمل برنامج خاص لمجموعه من اللاعبين الناشئين. ده من جانب فكره ان الزمالك بيحب يعتمد على الناشئين، بيحب يعتمد على اولاد النادي. دايما اللعيب اللي بينزل ابن نادي الزمالك بيفرق جدا في الملعب، فلعيب زي احمد زكي ومحمد حسام بيسو، محمد حمدي وسيد عبد الله نيمار واللي بيتدربوا مع الفريق الاول، بالاضافه كمان لمحمود شبانة المدافع الواعد، ان شاء الله يكون له دور قريبا مع نادي الزمالك بعد ما نعدي فتره القيد. المجموعه دي هتبدا تدريبات بكره من يوم الاربعاء بعد الراحه لمده 3 ايام، في حين ان كارتيرون منح للفريق راحه لمده 6 ايام، فدي حاجه لطيفه. اللاعبين حابين يتمرنوا والجهاز الفني قال ماشي نشتغل معاهم بشكل كويس جدا. على فكره في لاعبين كتير هنيجي ليهم واقول لكم مين بيتمرن في 6 ايام دي. في لاعبين ما عندهمش فكره الراحه، فكرة أنا ممكن أريح يوم التاني ولكن أنا لازم أتمرن، لازم أشتغل على نفسي. في لاعبين بينزلوا أماكن يتدربوا فيها، لاعبين عندهم أماكن في البيت يقدر يتمرن، يقدر يشتغل بدني. وعلى فكرة قلنا لحضراتكم الخبر ده من يوم أو يومين، إن فكرة كمان الجهاز الفني نادي الزمالك اقترح على اللعيبة وظبط معاهم فكرة بعض التمارين البدنية يشتغلوها في أي مكان هم موجودين فيه، سواء في البيت أو أي مكان قريب ليهم يقدروا يشتغلوا فيه التمارين دي عشان يحافظوا على اللياقة البدنية، ما نرجعش خطوات لورا، لا بالعكس نحافظ على الليفل اللعيبه موجوده فيه. دايما الناس بتتكلم على مصطفى فتحي، مصطفى فتحي هيكون اضافه لمنتخب مصر، وامبارح سالنا حضراتكم مين ممكن يكون موجود مكان عمر مرموش وكان كل الاجابات مصطفى فتحي. عشان كده الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقياده البرتغالي كارلوس كيروش عقد جلسه كده مع مصطفى فتحي في ظل غياب عمر مرموش، ومن الواضح حتى الان ان هيكون في اعتماد على مصطفى في الجبهه اليسرى. مفيش تأكيد، محدش عنده خبر أكيد، ولكن الرؤية بتقول كده، ده الملامح اللي موجودة بنقول منها كده. معسكر منتخب مصر حتى الآن اللعيبة كلها شغالة بشكل قوي جدا، ومدرب بيدي مصطفى تعليمات خاصة بيشتغل معاه بشكل خاص، فبشكل كبير مصطفى ممكن يكون موجود هو يقود الجبهة اليسرى المنتخب مصر. منتخبنا الوطني عنده مواجهتين مهمين جدا في تصفيات كأس العالم أمام أنجولا والجابون، وإن شاء الله نقدر نحسم الموضوع في اللقاء اللي جاي. وده كان سؤالنا النهاردة وموضوع اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم، يعني تقييمكم للماتش الجاي ونقدر إن شاء الله نحسمه من البداية ولا لأ.